امبارح وزير العمل شدد على مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات من أجل متابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص واللي هيطبق على الراتب من يناير 2024 الجاري. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على تليفون عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزير العمل. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبد الوهاب. اهلا بك يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. صباح الخير. لما نيجي نتكلم عن موعد تطبيق الزياده والالتزام بيها من امتى في حاله مخالفه الزياده دي، يعني المخالفه لتطبيق الزياده دي اللي ممكن اتخاذه من اجراءات؟ ده واحد من الاخبار المهمه جدا اللي الناس يعني مستنياها من بدري. طبعا يا فندم، اولا صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. طبعا معالي وزير العمل حسن شحاته جدد دعوته الى مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات بمتابعه المنشات من اليوم الاول اللي هو يعني اول يناير 2024 اللي هو امبارح، لبدء تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الادنى لاجور العاملين في القطاع الخاص. معالي الوزير يعني أكد في طبعا توجيهاته وفي كتابه الدوري أن تطبيق الحد الأدنى الأجور سوف يصل إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه طبعا بزيادة 500 جنيه على الراتب من أول يناير 2024 الجاري. وده طبعا الميزة في هذا يعني التعديل الجديد أو الزيادة الجديدة في الحد الأدنى الأجور أنه بلا استثناءات، يعني كان في السابق يعني هناك بعض المنشآت التي تتعثر بسبب بالتحديات إلى آخره، فكانت بتتقدم إلى مديرية العمل بأنها لا تستطيع أن تفي بأجور عمالها، فكان يقوم بهذه المهمة طبعا صندوق اللي هو إعانات الطوارئ للعمال اللي هو تابع للوزارة. ولكن هذه المرة هناك لا توجد استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وده بيؤكد يعني طبعا أهمية أو دور أو تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال اللي احنا بنسميهم جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج. طيب يعني نقدر نقول متابعة مع مديري المديريات هتتم إزاي؟ يعني احنا عارفين إن مش كل الشركات بتأمن على كل العمال اللي عندها يا أستاذ عبد الوهاب، إزاي يتم حصر هذا الأمر وإزاي يتم تطبيقه؟ اولا يعني هيتم ازاي؟ احنا عندنا قانون العمل فيه يعني بعض المواد اللي هي يعني بتجيز لمديريه العمل او مكاتب العمل في المحافظات بالمتابعه والمراقبه والتفتيش، وان يكون هناك اجراءات يعني، وهناك يعني زي ما حضرتك سالت في البدايه يعني اللي هيخالف تنفيذ هذا القرار، طبعا هناك في اجراءات وهناك عقوبات، لكن احنا مش عايزين نتكلم على العقوبات لسبب يعني انا يعني هي بشرى ايضا للساده المشاهدين ولحضراتكم ان طبعا هذا القرار يعني جاء بعد يعني اجتماع للمجلس القومي للأجور في اكتوبر الماضي، وكان حاضر هذا الاجتماع اللي احنا بنسميهم اطراف العمل الثلاثه للحكومه واصحاب الاعمال والعمال، فهذا القرار صدر يعني برضا الجميع وبتوافق الجميع، فان شاء الله ما يكونش فيه اي مخالفات ولا اي مشاكل او اي تجاوزات طبعا، اللي هي طبعا اي شيء من هذا النوع بيقابل طبعا بيطبق القانون، القانون اللي بتطبقه طبعا مديريه العمل او مكتب العمل اللي موجود في كل محافظه. طب ولو الشركه من نفسها زودت، يعني احنا شفنا شركات فعلا يعني هي لوحدها بعد الزيادات وبعد ارتفاعات الدولار لوحدها زودت العاملين عندها، هل تطبق أيضا الزيادة بعد يناير 2024؟ يا فندم احنا بنتكلم عن حد ادنى ان لا يقل عن 3500، يعني صدقني واحنا في الاجتماع اللي هو انعقد في اكتوبر الماضي اللي هو اقر هذه الزياده، كان اصحاب الاعمال من اتحاد الصناعات والغرف التجاريه والصناعيه وغيرها من منظمات اصحاب الاعمال يعني اكدوا على الكلام اللي حضرتك قلته ان الحد الادنى 3500 جنيه، طبعا في عمال كتير بياخدوا اكتر من كده بكتير، يعني قد تصل الى يعني ارقام كبيره، يعني مش عايز اذكر رقم لكن اكتر من اضعاف هذا الرقم يعني، ولذلك يعني احنا نطمئن ويكون عندنا طمأنينة كبيرة جدا، لأن طبعا دلوقتي في شراكة كبيرة جدا بين الحكومة وبين القطاع الخاص، ويمكن معالي وزير العمل حسن شحاتة في خلال الأيام القليلة الماضية يعني عمل لقاءات عديدة، زار يعني جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال في إطار يعني مشروع الحوار المجتمعي اللي هو داير دلوقتي في مجال العمل، وكان هناك يعني ارتياح وطمأنينة وتأكيد على أن يعني
تعزيز علاقات العمل بين طرفي الانتاج من صاحب العمل والعامل، يعني من شأنه ان يعزز الاستثمار ويرفع الانتاج اللي هو بيستفيد منه صاحب العمل نفسه. طيب اخر سؤال لان فاضل دقيقه واحده على الموجز، هل في اي منشأة في القطاع الخاص ممكن تكون مستثناه من تطبيق هذا القانون؟ زي ما حضرتك شفت البيان اللي صدر عن وزارة العمل، لا يوجد أي استثناءات في هذا القرار الجديد، وأنا يعني ببشر الجميع إن في حرص من جانب صاحب العمل على إن هو يدي العمل حقه، لأن العمل لما بياخد حقه بيدي للشغل حقه وبيرتفع الإنتاج وبيستفيد صاحب العمل نفسه. طبعا العلاقة الطيبة بين طرفي المعادلة بقى صاحب العمل والعاملين أعتقد إنها بتصب في مصلحة الجميع، وفي الآخر بتطلع لنا ناتج محترم. كل الشكر ليك الأستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، شكرا جزيلا.